حضرتك عارف انه فيما يتعلق بحزب الدستور تحديدا احنا احد الاحزاب اللي نشأت بعد ثوره 25 يناير في ظروف مختلفه تماما عن الوضع القائم اللي احنا فيه دلوقتي. عندما نشأ حزب الدستور في سبتمبر 2012 احنا كان عندنا ما يزيد عن 20,000 عضو، يعني 20,000 مؤسسين واخرين كثيرين يعني كانوا بيعملوا معانا في الحزب، والحزب لعب دور مهم بعد كده في جبهه الانقاذ الوطني وفي 30 يونيو، وكنا في مقدمه الصفوف بكل تاكيد اللي وقفت في مواجهه جماعه الاخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي. للاسف على الاقل من وجهه نظري بعد 3/7 والاجواء اللي احنا عايشين فيها وظروف يعني الانقسامات الكتيره والاختلافات الكتيره اللي موجوده، الحزب الدستور لم ينجو من مثل هذه الخلافات، الى جانب ان بقى في شعور عام انه يعني لم يعد هناك مجال لممارسه السياسه، يعني انه دلوقتي يعني التركيز بشكل رئيسي على الاصطفاف، على يعني اللي احنا كلنا نقول تقريبا كلام واحد، يعني ما بقاش في مجال لدور الاحزاب وانه يعني السلطات كلها تقريبا بتتحكم فيها اطراف معينه مش عايزه يكون للاحزاب دهيت ليها دور. فللاسف احنا على مدى عامين يا استاذ تامر وحزب الدستور يعني بسبب خلافاته الداخليه وبسبب تنوع يعني الخلفيه بتاعه الاعضاء اللي موجودين عنده احنا لم نتمكن من عقد انتخابات على مدى عامين. تم عمل ما يقترب من 5 لجان للانتخابات، وفي كل مره بسبب الخلافات الداخليه نصل لمرحله انه لم يمكن عقد انتخابات. طيب.